كبيرة جدا باختيارك وناس الموضوع ده. زعلت وناس فاحكي لي بقى الموضوع لما انتوا ابتديتوا، يعني انتوا فكرتوا في الفكرة وقلتوا تعالوا هنخش نعمل نقد عن الافلام السينما، بس انا وقلتي عايزة بدل ما اصحح تعمليها حاجة. عربي انت عاملة عربي وانجلش. بس انا عايزة اصحح حاجة، قول. هو مش نقد، هو رأي. اوكي، عشان نقد يعني انا دارسة وانا مش دارسة لا خالص. لا بصي، هو رأي عامة بيكون نقد. يعني انا لو يعني طلعت انت، بكره ما هو الصبح، انا لما اقول رايي على فيلم ده بنقده سواء بانه حلو او بس وحش. هو الترم يعني اللي هو كان انا دارسه، أوكي. بس كواحده من انت الجمهور. هاويه بالظبط، بقول رايي كواحده من الجمهور. اوكي، فمثلا الاضاءه اللي مش عارف ايه والكلام المجعلص ده انا ما درستوش، بس انا مثلا دلوقتي بحاول اقرا واعرف اكتر، يعني لان انا بحب النقطه دي. وطبعا بعوض نقص 4 سنين في جامعه غلط تماما. كنت في جامعه ايه؟ تجارة انجليش جامعة القاهرة. طب ما ده لطيف جدا على فكرة، اللي بيدرسوا تجارة يعملوا اي حاجة في الدنيا. عشان ايه ده؟ اهو اللي بيدرسوا تجارة يعملوا اي حاجة. ايوه، على فكرة اي حاجة في الدنيا. هو اللي بيدرسوا اي حاجة بيعملوا عكسها في اي حاجة في يعني الدنيا. مش شرط. لا انا عايزة اقول لك، بس انا دخلتها عشان اهلي قالوا لي جامعة القاهرة بجد، ايه ده؟ ايوه حدث. ازاي ايوه حد يجيله دي صارحة تاريخي. نفس الكلام اللي قالوا لي بابايا بالظبط. اربع سنين اوحش 4 سنين في حياتي. لا اله الا الله. ناخد اكاونتنج وانا ما بفهمش في الارقام. اوكي، وعملت تريننج شهر في بنك، قلت طيب. والله العظيم ما اشتغل في حاجات دي. انا برضو محتاج اعرف فينيت يعني ايه. فينيت زمان خالص، اول ما موضوع انك تتفرج على الفيلم ده بدأ، كان حاجة زي البروجيكتور كده بتتحط على حاجة سادة. فعشان تشوف ايه اللي بيتعرض بيبقى فيه فريم اسود كده. اوكي، اللي هي الحدود السوداء من فوق من تحت. ايوه، فهو ده فينيت. عشان كده بقى نعمل بقى دلوقتي دعاية الانستجرام، الافكت في انستجرام اسمه فينيت. هتدفعي تمن الدعاية. لا لا، هي بتقول الافكت في انستجرام اسمه فينيت. لما بتنزل الصورة بيكون فيه الافكتس تحت. طيب مبتدأ.com